سميع الله لمن حمده اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سامع الدعاء يا ذا المن والأطاء يا ذا الجلال والإكرام يا الحي يا القيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم أعط رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم اجعلنا فيه من المقبولين اللهم اجعلنا فيه من المقبولين وإلى جنتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا ركوعنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن ترزقنا الجنة من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا حمًا إلا فرجته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مبتلا إلا أعفيته، ولا مبتلا إلا أعفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا الله يا الله، ولا آزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وحبته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعضاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.